يا جماعة باقي ها بعد ما انتهى ما شاء الله. يا شيخ. بالنسبة هناك رجل بنى مسجد، وهذا الرجل نعرف انه ماله حرام من الغناء وغيره، ما العمل؟ يصلي في المسجد؟ إذا كنت تعني من سؤالك تصلي في هذا المسجد أم لا تصلي، أي تصلي منفردا، فله جواب. برجلك إلى المسجد الآخر ولا تصلي فيه. أما إذا دار الأمر بين أن تصلي فيه أو أن تصلي وحدك فصلي فيه، لأن هذا كالمسجد الذي لأن هذا كالمسجد الذي بني على أرض مغصوبة. وندري بأن الفقهاء اختلفوا في الصلاة في الأرض المغصوبة كالصلاة في الثوب المغصوب كالصلاة في الثوب الحرام الحرير ونحو ذلك من المحرمات. فبعض المذاهب، وعليه ابن حزم الأندلسي، أن الصلاة في هذه الأحوال باطلة. الصلاة في المسجد بني على أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو نحو ذلك مما ذكر آنفا، يقولون بأن هذه صلاة باطلة. نحن نقول البطلان في كل شيء من العبادات يتطلب نصا خاصا يقتضي البطلان، وإذا لم يوجد مثل هذا النص نقول أن العبادة الصلاة صحيحة، لكن الذي صلى في حال من هذه الحالات وباستطاعته أن لا يفعل فهو آثم. فالذي صلى في مسجد بني على أرض مغصوبة كسؤالك السابق باستطاعته أن يصلي في مسجد آخر فلم يفعل فهو آثم، لأنه ترك الواجب المستطاع. أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إذا دار الأمر بين أن يصلي وحده فيضيع فريضة الجماعة وبين أن يصلي مع الجماعة لكن يصلي في أرض مغصوبة أو في مسجد على أرض مغصوبة، هذا ليس من وزره إنما هو من كسب غيره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لعلك أفسحت إلا وسعها لعلك أفسحت الدور لغيرك. هذا عطشان يعني ما طيب كيف يكون العمل في هذا المسجد؟ يعني إيش نفعل حتى نصلي؟ ندفع لهذا الرجل مال يشتري منه المسجد؟ أولا، ألا يوجد هناك مسجد آخر؟ يوجد، محلول القضية، لأن الإمام من أخواننا يا شيخ. بلي بهذا يعني. نعم، ويتقاضى راتب كمان من نفس الشخص. الله أكبر. لكن السؤال هنا، أي من أي أنواع الحرام هو هذا الذي بني به المسجد؟ هو مغني. طيب أنت حينما تقول، يعني هل تقول شيئا عمليا بمعنى أن هذا المسجد يشترى منه فهو يبيعه، وهل يجوز بيع المسجد وشراءه؟ هذا التعبير يعني تعبير عجول، يعني مثال يعني كيف يكون الحل؟ لا تقول الشراء، قول معطيه ما أنفق على بنائه. كيف؟ نعطيه ما أنفقه على بناء المسجد.
لا أعلم. ذكر وهي هذا كيف نعطيه ما أنفقه على بناء المسجد. لا أعلم. ذكر وهي